سلام البنات، جيسبر كو فوز الي بيان. يا ربي ان شاء الله تلقاكم ما فيديو نتوما بالف الف 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 خير. يا ربي ترفع علينا هذا الوباء يا سيدي يا ربي، ونفيقوا مع الصباح ونلقاو صفر 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 حاله. المهم البنات، اليوم جيتكم بان فيديو اللي غنهضر لكم فيه على واحد البرودوي اللي كنت وعدتكم به، واحد البرودوي البنات اللي غادي يهنيكم من بزاف ديال المشاكل. صدقوني والله نقدر نقول لكم غيهنيكم من عقده نفسيه والله. علاش كيعالج واحد المشكل اللي ما يمكنش لكم تقولوا لي بلي كاينه شي بنت ما كتعانيش منه. صدقوني البنات فريمون ما كايناش شي بنت ما كتعانيش من هذا البروبليم. هذا غتسولوني شنو هو هذا البروبليم. لو بروبليم البنات هما لي طاش طبايع، طبايع اللي كيكونوا من مورا شي طيحه، يعني لي سيكاتريس اون جينيرال. لي سيكاتريس طيحه تحطيها كتبقى لك لا تراس، تحرقت تحرقتيها كيترمم الجرح، مي سا برون دو طون باش انه يمشي لك داك التصبغ. فهذا هو المشكل اللي كتعالج، المشكل ديال التصبغ ديال الجلد من مورا الحراق. هاد لا كريم البنات راه كيخرجوها حتى الطبه بالبنات اللي ولدوا سيزاريان او بيان ديك الخياطه، ولا اللي داروا عمليه تجميليه او بيان شي حاجه. ديك الخياطه كتخلي واحد لي تراس، فالبنات كيخرجوا لهم هاد لا كريم هادي لانه فريمون 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 ما كتخليش لا تراس، كتساعد الجلد باش انه يترمم من بدا وجديد، يعني يعود الحيويه ديالو، يسترجع اللون ديالو ناتال، يعني يسترجع اللون ديالو الاصيلي. فهي البنات فريمون 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 لي طاش كتخفيهم مره والله. انا البنات راه اش غادي نقول لكم، من قبل ما كنت منطح عليها راه كنت تعقدت والله الا كنت تعقدت. تو سامبلومون واحد النهارات في يوم الله كنقلي في الحوت بحالي بحال ايها الناس، فالزيت ديال القلي حرقاتني في يدي، تنبلات لي الجرحه، خديت ليها واحد لاكريم من الصيدليه، ما خليت ما جربت ليها. بعد البنات سمحوا لي على الصداع شي شويه في الدار، مي بون خديت ليها كريم في الصيدليه، خديت ليها تو سكيل فو، مي لي تراس بقات ليا هكاك، تراس بقات ليا هكاك كحله، يعني الطبعه بقات فيا. اش غادي نقول لكم البنات، اسوء حاجه تقدر توقع لك هي بحال هذوك التصبغات، حيتاش فريمون سا ديرونج فريمون، ما كيعطوش واحد يعني واحد الصوره اللي غتعجبك ولا غتعجب اي وحده، زعما هذه حاجه طبيعيه. فالبنات كانت واحد السيده جارتنا الله يرحم ليها الوالدين في هذا النهار هذا، والله البنات هي ديجا مجرباها، هي اللي ريكومونداتها ليا، قالت لي فوالا راه كاينه واحد لا كريم فريمون راه كتحيد لي تراس. عطاتني السميه ديالها، مشيت خديتها في لافارماسي عادي كايوا الناس، ما كذبش عليكم البنات فاش كنت يلاه خديتها ما كنتش متحمسه، حيتاش قلت صافي هاد الطبعه هادي هي غتبقى معايا مدى الحياه، ما كذبش عليكم قلت انا الطبعه هادي صافي غير ما فاشونجي، غتبقى معايا الطبعه هادي مدى الحياه. فالمهم البنات خديتها داومت عليها. بعدا بالنسبه لابليكاسيون ديالها راه يمكن لك ديرها جوج المرات، يعني يمكن لك ديرها جوج المرات في اليوم، تقدري ديريها بالليل وتقدري ديريها بالنهار، مي اكونديسيون ما تكونيش خارجه، يعني ما تكونيش خارجه للزنقه وتضربك عليها الشمس، حيت راكم عارفين البنات اي برودوي كيرمم البشره ولا كيرجع ليها اللون ديالها، يعني كيعالج التصبغات، ما كيبغيش كيكون هو والشمس كونتر، فهمتيني. المهم البنات فاش يلاه خديتها درتها، كنت كنديرها مره واحده في الاول، كنت كنديرها مره واحده. ابخي فاش عاودت رجعت حيت ما بانش لي واحد النتيجه واحد الفرق شاسع، عاودت رجعت عند مولات لا فارماسي اللي خديتها عندها، قلت لها ودير ما كنشوفش لو ريزولتا اللي كان على بالي. فقالت لي راه بامكانك انك ديرها جوج المرات في النهار. المهم البنات من مورا مشيت قريت عليها شي شويه، سمحوا لي قريت عليها شي شويه، فلقيت بانه يمكن لك لابليكاسيون ممكن لك انك ديرها جوج المرات ا كونديسيون ك ما ديريهاش وتخرجي للزنقه، يعني ما ديريهاش وتخرجي برا باش ما يضربكش عليها الشمس. فصدقوني البنات صدقوني والله 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 ما كنكذبش فيها، لانه انا فريمون ما كنعطيكمش ان برودوي الا وانني كنكون مجرباه شخصيا. هاد لا كريم البنات
اداكس اداكس البنات راه والله الا تحفه تحفه من ناحيه ديال التصبغات وديال الطبايع. يعني ساوهم ساوهم عليا ما كاينينش والله ما غادي يبقاو فيكم البنات صدقوني والله ما غيبقاو فيكم بهاد لاكريم هادي. راه ماشي كندير لها اشهار ولا شي حاجه مي تو سامبلومون حاجه كنبغي نبارطاجيها معكم باش كون صحتا نتوما تستافدوا. يعني حاجه انا جربتها ونفعت معايا فعلاش لا البنات حباباتي وصحاباتي وخواتاتي نبغيهم حتى هما يستافدوا نبغيهم حتى هما ولاو نفعهم ولاو بشي شويه سام في بليزير والله. فالبنات هاد لاكريم راها مزيانه راها غزاله راها غزاله غزاله بزاف. هي راه فاش تحلى راه ما فيها حتى شي ريحه يعني الريحه اللي فيها ما نقول لكم ريحه خانزه ولا ريحه نقيه حيتاش ريحه نوتر ما فيهاش الريحه يعني الريحه في لودور ديالها ما كاينش الريحه يعني طبيعيه. المكونات تاعها فاش كتجي كتقرا اصلا فاش كتاخذها راه ما فيهاش نوتيس لانه كلشي داكشي اللي فيها راه كيكون مكتوب غير هنا نيت في لاكريم نيت مكتوب عليها نيت. تاريخ الصلاحيه حاطين فيها 12 موا من مورا ما تحلى يعني 12 موا من مورا ما تفتح لاكريم. لابليكاسيون ديالها البنات كيف ما قلت لكم مره في الصباح مره في العشيه بالنسبه للبنات اللي ما كيمشوش الصباح للشمس. بالنسبه للبنات اللي عندهم دوام في الشمس ولا ديك الطبعه جات لك في وجهك ولا جات لك في شي بلاصه اللي هي باينه فما كنصحكمش ديروها مع الصباح فوميو انكم ديروها مره واحده بالعشيه بالليل فاش تبغيو تنعسوا كوم سا غتعطيكم دي ريزولتا احسن. لو بري البنات واخا هو غالي شي شويه وماشي في متناول كل شيء ما بون راه بارابور لي فيكاسيتي ديالها راها تستاهل ما غاديش نكذب عليكم فريمون تستاهل. الثمن ديالها البنات 175 درهم في لي فارماسي. بالنسبه لي بارا فارماسي جو سي با ما عرفتش واش كتباع في لا بارا فارماسي ولا لا مي جو بونس كو وي غادي تكون كتباع في بارا فارماسي وغادي يكون لو بري تاعها شويه ناقص حيت راكم عارفين لي بارا فارماسي ماشي بحال لي فارماسي. المهم البنات هذه كانت لا فيديو ديال اليوم وكانت لا كريم اللي كنت وعدتكم بها اللي فريمون 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 روعه. فإلا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه وديروا كومونتير زوين بحالكم وتقولوا لي بالنسبه للبنات اللي ديجا مجربين لا كريم اداكس خليوا لي في لي كومونتير واش عجبتكم كيفاش كانت التجربه ديالكم معها. اي فوالا سي تو الوغ بيزو نخليكم على خير ونتلاقاو في اون اوتر فيديو ان شاء الله. إلا عجبتك ما فيديو ما تنساش دير ليا لايك اشتراك وتفعل الجرس. ميرسي.